النهاردة اليوم الثالث على التوالي في مشروع صك الخير، المشروع اللي أطلقته حياة كريمة من السنة اللي فاتت. النهاردة موجودين عشان نشهد مشروع صكوك الأضاحي الخاص بمؤسسة حياة كريمة على العام الثاني على التوالي، وده بعد ما الحمد لله ربنا كرمنا في العام الأول بقصص نجاح سواء من ناحية جودة اللحوم أو كمية اللحوم اللي قدرنا نوصل بيها للفئات المستحقة والأسر المستحقة معنا. لله احنا هنا في المزرعه على طول، عمليه الذبح مستمره، عمليه التشفيه وعمليه التعبئه والتغليف للحوم مستمره من خلال متطوعينا. بدأنا المشروع بالمراحل الخاصة بالتخطيط بقالنا عدة شهور، استهدفنا كميات محددة من العجول، عجول تكون بلدي، راعينا العجول كلها سواء في مراحل التربية والتغذية والتخصينات والأدوية. ابتدينا النهاردة في المراحل التنفيذية الخاصة بالمشروع، بدأنا الحمد لله بالذبح، بعد كده بيخش عندنا العجول لمرحلة التشميع، التشميع ده ان احنا بنبرد العجول عند درجة حرارة 4 سليزيوس، عندنا بعد كده مرحلة التشفية بيتم تشفية اللحمة من كافة العظام اللي موجودة فيها، وعندنا مرحلة التعبئة وتوصل للأسر المستحقة في كافة محافظات الجمهورية. أشكر فريق حياة كريمة كله من متطوعين وقطاع ميداني وكل زمايلي اللي موجودين، اللي كلهم فضلوا إنهم يكونوا موجودين من أول يوم العيد في المزرعة يساعدوا عشان يطلع صكوك الخير. دايما حياة كريمة جنب كل مواطن مصري من إنسان لإنسان.